صدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية صدر قرارا بتعيين سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، كما انتخب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالدور البارز والنجاحات الرياضية الهامة التي حققها سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مؤكدا سموه بأن سمو الشيخ عيسى بن علي يعتبر من القيادات الرياضية التي لها بصمة واضحة في مجال العمل الرياضي، وسيكون لوجود سموه بمجلس الإدارة دور هام في تعزيز مسيرة العمل باللجنة، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح في خدمة مملكتنا الغالية.